ولا انا بشوف التحدي الاكبر او الرهان الاكبر في دراما رمضان السنه دي هو الحشاشين. يعني كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، يمكن هو المسلسل اتحضر له او كان المفروض يتصور السنه اللي فاتت ويتعرض، ولكن تم تاجيله للسنه دي لان هو بميزانيه ضخمه جدا، بيتصور في حوالي 3 قارات. الديكورات مكلفه جدا، الاكسسوارات والازياء مكلفه جدا، اشياء كتير جدا في المسلسل ده بتمثل تحدي كبير السنه دي. يمكن القصه نفسها مختلفه وبعيده عن اذهان الناس، او ما هيش قصه متداوله، هي يعني اكتشاف نقدر نقول عليها. استاذ عبد الرحيم كمال عمل مجهود كبير جدا في السيناريو، ويمكن من الصور اللي ظهرت والتريلر اللي ظهرت او البروموهات المسلسلات واضح ان في مجهود كبير جدا على الشاشه احنا هنشوفه السنه دي. وخصوصا الدراما التاريخيه محتاجه انتاج قوي جدا، لانه دلوقتي في دراما تاريخيه منافسه قويه جدا، انت محتاج تطلع صوره وجوده مميزه ومختلفه، وكمان على مستوى النص لازم يبقى نص مختلف لما تتكلم عن الدراما التاريخيه. وده هيخليني اسال حضرتك بعين الناقد، لاي مدى احنا جمهورنا بدا يحب الدراما التاريخيه دي؟ يعني دايما احنا بنحب الكوميدي، بنحب الاجتماعي اكتر، لاي مدى لا الدراما التاريخيه حجزت ليها مكان عند المشاهد المصري؟ والله المشاهد المصري مرتبط جدا بالدراما الدينيه والتاريخيه من سنين طويله. يمكن التلفزيون المصري كان من اكتر القنوات اللي كانت بتعرض اعمال روائع في رمضان، وانا فاكر ان تقريبا كان بعد الساعه 12 في مسلسل ديني او تاريخي بيبقى مهم جدا موجود بيتعرض. ففي ارتباط كبير جدا بين المشاهد المصري وبين الدراما التاريخيه والدراما الدينيه، او حتى الدراما الفانتازيا، يعني الف ليله وليله اللي هو ياسر جلال هيبقى جودر. لينا تاريخ معاه مع ممثلين كتير مع قصص مختلفه، فجمهور مصري محب للتاريخ ومحب للاعمال الدينيه، ويمكن الاعمال المنافسه اللي حوالينا ما هياش بنفس قدر الوعي في تقديم القصه اللي بنشوفها في مثلا زي رساله الامام السنه اللي فاتت او السنه دي مثلا الحشاشين او حتى الف ليله وليله او جودر بتفاصيل القصه الفانتازيا. ففي ارتباط كبير، واعتقد ان الجمهور لما داق شكل الدراما التاريخيه في رساله الامام او الدينيه بالنسبه للمصريين حس ان هو لا احنا قادرين ان احنا نقدم اعمال تنافس على مستوى عربي ومستوى عالمي. واعتقد ان اللي تابع مسلسل رساله الامام شاف قد ايه في تميز على مستوى الديكورات، على مستوى الازياء، على كل مستوى حاجة. كل شيء، حتى الحدوته نفسها ما هوش مسلسل تاريخي او مسلسل ديني لمجرد ان احنا عايزين نقول ان احنا بنعمل مسلسل، لا في رساله صحيح مهمه من وراء.